السلام عليكم. اليوم نعرفكم بالمشروع تاع العيادة المتعددة الخدمات الطبية التي تقع في المدينة الجديدة تاع زابانة بوهران، اللي راهي تقرب للأشغال من الانتهاء. إذن وهذه المرافق لازم تكون مبرمجة مباشرة مع بداية بناء السكنات، مش 10 سنين من بعد. إذن ولازم تكون يعني المشاريع هذه تكون على بالي بلي فيها مشاريع يعني مبرمجة يعني وكل المرافق يعني، لكن البداية المشاريع هذه لازم عندها أهمية بنفس الأهمية مع بناء السكنات يعني في نفس الوقت. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.